دوم نتكلم صحة وسعادة عن مرض السكري وكيفية علاجه وطرق الوقاية. صح يا سلامة؟ هي بعد نتكلم عن مبادرات هيئة الصحة بدبي، وضمن هالأفكار قدمت هيئة الصحة بدبي وصفة السعادة هي؟ وهي نموذج رائد للرعاية الصحية المجتمعية للوقاية من داء السكري في إمارة دبي. الزملاء أطباء الرعاية الصحية الأولية يختارون المرشحين للبرنامج من المعرضين للخطر بالإصابة بالسكري، وعقب يتابع مرشد الصحة الحالات وينسق بينها وبين مراكز الخدمة المجتمعية القريبة من مكان سكنها مثل الأندية الرياضية، متخصصي التغذية ومتخصصي التحفيز النفسي والسلوكي، عشان يدعمونهم في رحلة إنقاص الوزن وتغيير أسلوب الحياة والهروب من السكري. الحمد لله العام اللي طاف المشاركين في البرنامج حققوا نسبة جيدة من إنقاص الوزن بين 7 و11 كيلو خلال 6 أشهر، وقللوا من خطر إصابتهم بالسكري خلال السنوات العشر القادمة. وكلنا أمل إن خلال هالسنوات معدلات السكري تنخفض أكثر وأكثر في إمارتنا الحبيبة. عساكم دوم صحة وسعادة.